تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مسمعتنا مسمعين في مكة، مرحبا بكم في حلقة جديدة برامجكم الصوت الثاني، حلقة جديدة النقاش والتحليل من هنا من العاصمة المصرية القاهرة، في تغطية خاصة الماتش ديال الأهلي والرجاء الرياضي. هنا استبدأ كيف كنا منذ يوم أمس، الحلقة الأولى كانت يوم أمس من مطار محمد الخامس، فاليوم كتواجدوا في الفندق الخاص بالبعثة ديال الفريق الرجاء الرياضي، هنا فين يعني كتستقر البعثة ديال الفريق الرجاء الرياضي. كنرحبوا بكم مستمعينا، وبقوا معنا دائما من دابا 3 توقيت ديال المغرب، شحال طريق توقيت ديال مصر؟ 5 دونك من 3 حتى 4 ديال العشية. تحية لعبد الوهاب السعودي معنا في إخراج حلقة اليوم، ومعكم في تقديم إعداد طريق ونبيل مسقرون. ونمشيو نرحبوا في هذه الحلقة الخاصة، ترحيب أكيد مصطفى طلحة. طلحة خويا مرحبا. أهلا وسهلا خويا نبيل وخويا طريق، وعلى سلامتكم أخويا، ونتمنىكم أخويا يعني إن شاء الله تكونوا في الخير على فريق الرجاء الرياضي المغربي ان شاء الله في هذه الرحله هذه ديال القاهره، وان شاء الله ترجعوا نتوما والفريق ان شاء الله بحد نتيجه ايجابيه، ونتمنوا لما لا الفوز ان شاء الله اخويا. وتحياتي لجميع المستمعين والمستمعات الاوفياء، خويا خالد وخويا الحسين، وان شاء الله اخويا الفرق المغربيه هذا الاسبوع عاد تكون موفقه ان شاء الله، وتنتصر اخويا خلال الدوره ان شاء الله. ان شاء الله شي كنتمنوا. ورحب الزميل طريق النبتي اللي حاضر معايا هنا، دائما كيف ما كنا في اللوطيل اللي كنستقر فيه بعثة فريق الرجاء الرياضي. طريق مرحبا نبيل، تحية ليك، تحية لمصطفى، تحية لحميد، وتحية لجميع المستمعين الأوفياء. إذا تحية لكم مستمعينا. طلعة فينا هو سي حمزة؟ خويا حمزة بالي قال لي أنا جاي، قلبت دابا جاي مع حركات الله راه عندك كنت معكم يا معلم، بحال هو راك عارف وقيلا مشى مع حركات بالي وقيلا معلم معاش تفطروا؟ قربتوا تفطروا؟ الو قربتوا تفطروا تما؟ باقينا الساعة و4، مبغيناش نشهيو كمصطفى، ولكن راه باقينا الساعة و4، راه باقي عارفينك باقي لك شي 8 السوايع وكيفاش نمشي. نهار باقي طويل يا معلم. راه عندك طلعها واحد المنبر قدامي دابا ما شهيتك فيه. سير اخويا تكيس لي على راسك، شوف راه انت كنترينو بك هنا، خليك كمل الريجيم يا معلم. حد يدك الفول مدمس وداك الشيء راه غيخرج عليك طالع. لا الطبيب رخص لي قال لي شوف هاد الربع ايام تبرع تزيون معاك عاوتاني. ياك اهلا بصحتكم اخويا، بالصحه والراحه اخويا، تفضلوا. طلحه وكيف ما تعودنا دائما احنا في الحضور ديالنا هنا والتغطيات اللي كديروا هنا في القاهره، دائما معنا واحد من وخوا كيشجع فريق الوداد الرياضي، عرفتيه؟ عرفته هذا، عرفت صاحبنا صاحبنا هذاك صاحبنا الوداد عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن مرحبا بك، اهلا وسهلا بكم، منورين مصر المره الثانيه، وببعت طبعا تحيه للكابتن طلحه بارك الله فيك. لما يجي بقى الكابتن برزوك وصل له تحياتي ان شاء الله يوصل بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله مبلغ اخويا عبد الرحمن ان شاء الله يوم السبت باذن الله. مربوحه لمين؟ اكيد للوداد ان شاء الله. انا بتكلم على الوداد وبالوداد. لا احنا بنتكلم على ماتش الرجاء والان. انا بشجع واحد في ربع النهائي، اشجع فرقتين في ربع النهائي. هتخلص حاجه لو شجعت اثنين؟ لا 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 الوداد ان شاء الله. واحد طيف خرة يسعكيه كما يضرب. طلحة معنا واحد سيد مو بحالك شي مقيم ويلا ولا مقيم، عنده واحد ليستوار في شكل مغيبي. معنا حمزة هذا مشجع للفريق الرجاء الرياضي. حمزة مرحبا بك. مرحبا بك اخويا. السلام اخويا طلحة، كيدير بخير؟ الله يحفظك خويا، مبروك عواشرك اخويا، رمضان كريم عليك وعلى المستمعين. الله ينور عليك خويا، شكرا بارك الله فيك، ونتمنى التوفيق لفريق الرجاء الرياضي اخويا ان شاء الله في المقابله. امين اخويا، امين يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. مصطفى اخويا هذا المشجع هذا، المهم باش نعطيك عليه واحد النبذة، الدري هذا حمزة فهمتي مسمينه هنايا حمزة ابو الرجل مكسورة. هذا علاش؟ هذا كيدي بلاصه مع الرجاء، سبحان الله فين ما كيبغي يدي بلاصه مره مع الرجاء كتهرب السيرجل مسكين. ودابا بصح والله الا رجليه مسكين جاي عندنا دابا بالقبص وجاي يتابع الرجاء في كل شيء، يتابع اللوطيل غادي مع اللونطريما فهمتي، واقف معاهم هذيك الوقفه ديال بصح. وراهم هذوما الجماهير الاوفياء اخويا اللي عاهدونا اخويا، الجماهير المغربيه انا اينما حلت وارتحلت الانديه ديالنا الا وكتلقى الاوفياء ديالها حداها،
وتحياتي لجميع الجماهير المغربيه، الجماهير الرجاويه، الجماهير الوداديه، الجماهير البركانيه اللي مسانده الفرق ديالها خويا، خصوصا في هذه الادوار هذه اللي حاسمه. ونتمنوا خويا ان شاء الله يكون وي خويا مصطفى، غير باش نقولوا على ان حتى القصه ديالو ان شاء الله يتسناوها في ام اف ام سبور مع الزميل نبيل بشكرون باش يعرفوا الاستوار ديال الدري هذا حمزه. واتفي ما مشيتي تدبر على القصه انا طارق، وكيفاش حتى تهرس برجليها زيدو بقى تابع الراجل برجله مهرس. وبنتي لي طاكليتي علي انت اخويا طارق. لا طاكلي علي عبد الرحمن، كون طاكلي علي كاع ما يلقاو راك عارف اخويا. دونك مصطفى نقربوا المستمعين الكرام سيرتو كنا الجماهير الرجاويه، فالبعثه ديال فريق الرجاء الرياضي او فريق الرجاء الرياضي بالامس هو خط حصه تدريبيه على ارضيه احدى الملاعب المجاوره للفندق اللي كتقي فيه البعثة ديال فريق الرجاء الرياضي. اليوم ففريق الرجاء الرياضي في حدود الساعة 10 بتوقيت مصر و 8 بتوقيت المغرب، وغادي يكون على أرضية واحد من الملاعب الخاصة بفريق الأهلي المصري بالقاهرة باش يخوض الحصة التدريبية الثانية، اللي أكيد من بعد وجبة الإفطار اللي غادي يخوضوها اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي. راكي وجبة الإفطار كيتسناها طريق أكثر من لونترينمون. أخبارك؟ كنقلب على بلاصه ديال الفرق اكثر ما كنقلب على الابراهيمي ومتول. ومهلا فيكم اخويا نبيل. نبيل وي مهلا فيكم اخويا تما تو طريق بعدا. لا ما تخافش الحمد لله. كيف في فطرتو البارح؟ في فطرتو البارح فطرنا في تركيا والله. هادشي فاش كتعجبني اخويا، كتفطر في تركيا وكتسحر في مصر. وانت راه عرفتي شناهو، تخيل معايا راه وصلنا بقات لنا السحور 10 دقائق، راه خاصك تشوف كيفاش كنتسحر. وراه اخويا راه ديال الحمد لله الحمد لله. وهذا شوف هذه المتاعب ديال الأدية. الخدمه الواعره عندكم انتم دابا هي هادي. الو كتسمعونا؟ وي كنسمعوك. قلت لك هذه هي المهنه ديال المتاعب. الله يعطيكم الصحة، الله يعطيكم الصحة على كل كبيرة وصغيرة اللي كتوفي. الله يعطيكم الصحة صراحة أنا خويا راك عارفوا العمل الكبير اللي كتقوموا به. مشو عند حمزة. حمزة واحد من الجماهير الرجاوية أكيد اللي كتسنى الماتش ديال الأهلي. أنت حمزة عاودي بعد الإستوار ديالك، من أنت وأنت مقيم في مصر، علاش تأصلتي في مصر؟ قول لي عاودي. أخويا جيت لمصر في 2020، جيت سياحة هنايا، كنت غادي نجلس شهر، ومن بعد الشركة ديال الطيران صيفطوا لي رسالة بأنه البية ديال العودة ديالي تلغات بسبب كورونا ولي فرونتيير تسدو، وبقيت جالس هنا وخدمت إن شاء الله واستقريت، تفرجت في ماتش ديال الرجاء وبيراميدز هنايا، الآلي ديال المجموعات والآلي ديال النهائي، وصافي خدمت هنايا واستقريت، وحنا جالسين كندوزو في رمضان مع السي طارق محسن بيه، كنت في الماتش ديال الدراجة غير يفصل. وشبك هنايا في القاهرة اللي خلاك تستقر؟ الصراحة كاينين بزاف الحوايج هما اللي كاينين محفزات الحمد لله هنايا اللي خلونا بحالاش هاد المحفزات. ما محفزات ديال ما عرفتش كيفاش نشرح لك. كاين الرواج كاين ياك مزيان الحمد لله طلعه. عجبو الحال اخويا تما. عبد الرحمن يقول لنا عبد الرحمن راه صاحبه يقول لنا يا باشا الحمد لله يعني القاهره كويسه و يعني معروفه بالجو بتاعها ودايما يعني صاحيه طول الليل وطول النهار، في اي وقت حبيت تمشي بتمشي، ما بتقلقش مثلا من رجوع والكلام ده. الحمد لله ربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والحمد لله كل اللي بيجي مصر بيحبها يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طلع عندك شي سؤال لحمزة؟ أخويا حمزة دابا ولفتي مصر ياك؟ صافي استقريتي، مابقيتش غتجي عندنا هنا؟ لا غنجي إن شاء الله، غنجي ضروري. ونتمنى لك أخويا التوفيق وإن شاء الله والنجاح أخويا، وان شاء الله نتمنوا حتى الفريق ديال الرجاء الرياضي ان شاء الله غدا نهار السبت ان شاء الله يكون في الموعد. وخويا حنا نتسناوك ملي تجي للمغرب اخويا، جي عندنا مرحبا بك اخويا، جي الاستوديو ديريكت. الله يكبر بك اخويا. مرحبا يا رب. تهلا ليا، شوف خويا حمزه نوصيك وصيه واحده اخويا، تهلا ليا في هذوك التوام.
لا والله سول طارق بعد سول طارق اه هذوك راه فيما مشاو مجموعين مع بعضياتهم راه كيقلبوا عليا وجههم انا راه فيما كيشدوا شي شي فول مجموعين اخويا كيسلتوا ما كيدوش معايا كاع انا كيخليوني انا وكيسلتوا المره الجايه غنمشي عند غنمشي عندك حمزه انت وعبد الرحمن بوحدي جا اخويا مرحبا صافي غيجي حمزه دابا غادي نمشي غنتفاهم انا وياه وغنمشي انا وحمزه اخويا عندكم اه راه كيقول لك مرحبا بك اخويا طالح حيت هو اصلا غيرجع معنا في نفس الطياره صافي يقول الا جا جيبوا لي معاكم اخويا انا مرحبا لا مازال اخويا طلحان هنايا وان شاء الله بالتوفيق اخويا ونتمنوا لك النجاح اخويا في العمل ديالك تما في القاهره اخويا امين اخويا الله ان شاء الله نبيل غير باش نذكر مصطفى اليوم عاوتاني راه بعد الفطور ان شاء الله راه غتكون حصه التدريبيه ديال فريق الرجاء الرياضي بالملعب ديال فريق الاهلي غتكون مع 10 ديال الليل بتوقيت القاهره هي 8 بتوقيت ديال المغرب ايضا راح الكاسرة قالي والو وصلوا هذا هو السؤال اللي كيسولونا تاع جماهير دوا الرجاوي قال لك واش حركات وصلوا ولا باقي لا حركات راه قبيله شت الطياره راه يقرب جاي في الطياره راه قرب ان شاء الله يوصل هنايا للمغرب غير هو عتي ما خرجنا مصطفى وحنا نتلاقاو مع الفريق ديال تيب في مازيمبي خارج من الاوتيل واش غنقول لك عتي كلشي كيستقبلوا استقبلهم حمزه عبد الرحمن وبدا عليهم الكرتيب المهم بداو جبدوا لي من الماضي مع الوداد ومع الرجاء صافي هذوك التيبي تايا وتهنينا من الشامبيونز ليغ خفات علينا شويه امشي خليها مشات الكونفدراليه شويه تايا تضبط مع داك الجو ديال الكونفدراليه زقلب علينا شويه زقلب علينا خويا هذوك الاجواء عندهم تما هذاك الملعب هذا كله مشاكل هذوك التيران عندهم ليه ايوا الحمد لله اليوم اكيد مصطفى غادي تعرفوا على الاخر التعيينات ديال فريق الرجاء الرياضي واش غادي يكونوا غيابات كنعرفوا على الغياب اللي كان يمكن مؤثر شويه هو الغياب ديال حركات على الحصه ديال الامس ولكن اليوم فغادي نتوقعوا ما عرفتش واش حركات غادي يشارك في الحصه التدريبيه ولا لا كنعرفوا بان الديكاراج وهذا ما غادي تعرفوا على الامور كلها في الحصه التدريبيه ديال اليوم كذلك كنعرفوا الغياب قدر نقول مؤثر ديال محمد الناهري بسبب التوقيف محمد الناهري ما غاديش يكون بامكانه انه يخوض المقابله ديال يوم السبت امام فريق الاهلي وبالتالي فالاعتماد ديال الطاوسي غادي يكون على واحد من اللاعبين سواء شبيره او لا سكحان ولا سقول دونك هذو هما اللاعبين اللي يقدروا انهم يعتمد عليهم رشيد الطاوسي في المباراه ديال يوم السبت المقبل بالتالي فيمكن هذه الامور كلها غادي نتسناو نتعرفوا عليها في الحصه التدريبيه ديال اليوم اخويا مصطفى. خويا نبيل قبل ما خويا تعطينا المستجدات اخويا وتعطينا التشكيله اللي تقدر تكون محتمله نمشيو لواحد الفاصل اخويا نبيل ونرجعوا عندكم اخويا التو طريق. و16 دقيقه متابعينا مازال موصل معكم برامج الشوط الثالث على اجهزه اذاعه امفاهم. اخر مواصلين دائما مباشره حلقه خاصه مباشره من القاهرة بالضبط من لوطيل اللي كتستقر فيه بعثة فريق الرجاء الرياضي باش نقول لكم مستمعينا آخر مستجدات فريق الرجاء الرياضي أكيد اللي كنتمناو ليه التوفيق في الماتش ديال السبت مهمة ماشي سهلة الحديث هنا في القاهرة كله على هذا الماتش هذا كنعرفوا النسبة الكبيرة ديال مشجعي فريق الأهلي في القاهرة وفي جميع المدن البصرية فيه كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي يمكن التركيز كبير وكبير بزاف على هذا الماتش وشو الماتش ديال الله عليه اللي دائما الاهلي كتحاول من خلاله انها تضمن الامور ديالها ولكن كنا ثقه في الفريق ديال الرجاء الرياضي اللي كيبان من خلال يعني الاحتكاك ديالنا بعض المسؤولين هنايا وكذلك اللاعبين الاخرين فالامور مستقره اللاعبين فهما على واحد المستوى عالي من المسؤوليه عارفين اللي عليهم واللي عليهم شريفة ثقتنا كبيرة في هذا اللاعب إن شاء الله من أجل أنهم يجيبوا نتيجة إيجابية يوم السبت المقبل إن شاء الله أخويا كما تكلمتي دابا على البعثة وعلى اللاعبين أخويا وكل شيء كيتمتع بصحة جيدة والبارح كما قلتي في حصة تقريبا كل لاعبين يعني تمرنوا بشكل عادي ياك أخويا نبيل حتى واحد ما غاب على الحصة في انتظار اليوم إن شاء الله الالتحاق ديال حركات جمال حركات إن شاء الله إن شاء الله كتمل غير السؤال اخويا اللي بغينا نسولك دول تكلم لينا على الجماهير وعلى العدد تقريبا ديال الجماهير اللي حد الان اللي كاين في القاهره خصوصا الجماهير يعني الرجاويه والجماهير المغربيه اللي غتساند الفريق الاخضر في هذه المقابله شحال العدد ديال الجماهير تقريبا اللي كتشوفوا حاضر لحد الان
وشوف العدد الاجمالي ديال الجماهير طلعها غادي يوصل تقريبا لواحد 150 ولا 200 متفرج يقدر يفوت هذا العدد على حساب راك عارف مصطفى، ولكن كنظن باللي حتى احتكاكنا بعض الجماهير بعض الناس اللي يمكن خدوا المسؤوليه ديال انهم يسكفلوا بعض الجماهير الرجاويه وينظموا رحلات الجماهير باش يجيو هنا للقاهره، فهذا هو العدد ربما اللي كانوا عليه 150 200 متفرج اللي يقدر يكونوا هنا في القاهره من اجل انهم يشجعوا فريق الرجاء الرياضي ملعب سلامة طلحة. صحيح، نتمنوا اخويا ان شاء الله يعني بالتوفيق لكل الجماهير اللي غتكون حاضره والسلامه ليهم اخويا، كما تكلمنا البارح باش هاد الجماهير اللي غتكون حاضره عارفه يعني الامور اللي خصها تحلى بها، وان خصهم يعني يكونوا تما حاضرين من 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 يعني الامور ديال مثلا البورطابلات وهذا. نتمنوا لهم اخويا ان شاء الله يمشيوا بخير ويرجعوا بخير ويشجعوا الفريق ديالهم ان شاء الله ويكونوا حاضرين بقوه، لان السند الاول والاخير للفرق المغربيه هي الجماهير ديالها. تكلمتي اخويا على النقطه ديال الجمهور، كيفاش كتشوف اخويا تقريبا يعني اللاعبين واش كتحس بهم بانهم بريبارين موجودين يعني حاسين بالمسؤوليه اللي ملقات على العاتق ديالهم في هذه المقابله؟ تكلمتي مع لاعبين مع العناصر مع المدرب اخويا نبيل تما؟ والبارح مصطفى البارح في الانطريبه في الحصه اللي داروا ديال اداره الحياه، فراه كتشوف على ان المحيط ديال الفريق الرجاء الرياضي كامل يعني مستعد، كاملين مستعدين. البارح شفنا لا سنيتي لا شبيره لا سبحان الله الدراري كاملين عازمين على انهم باش يرجعوا بنتيجه طيبه للمغرب، وكل شيء كيقول لك على انهم فهمتي باغيين يفاريو الماتش من هنايا كما كنقولوا بالدارجه، باغيين يفاريو هنايا في ميطرا باش ما يكونش عليهم واحد الضغط كبير وعلى عليهم لازم الرجاويه في مدينه الدار البيضاء. فاحنا جينا هنايا كاملين معاهم حتى هما عارفين المسؤوليه اللي على العاتق ديالهم. الجماهير هي جات، الجماهير بقى جايه باقي واحد جوج طيارات حتى هما قال لك هضر معنا السي اللي مكلف بعد لاجونس غدا غتصيفط واحد جوج ديال الطيارات خاصين باللاعب الجماهير. فكنتمناو على ان هادشي كامل اللي يكون داعم ويكون في الظهر ديال فريق الرجاء الرياضي باش يديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله خويا نبيل خويا طارق، راه عودتونا دابا في اي ديبلاسمون ديالو كديروا لنا شي مسابقات، وجدتونا شي مسابقات للمستمعين ديالنا تما جاي اخويا جاي 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 المسابقات اوجد ياك ونتمناو لك اخويا التوفيق اخويا في المهام ديالك اخويا والحمد لله جاي المسابقات، واكيد يتابعونا المستمعين والمتابعين ديالنا على لي ريزو سوسيو ديالنا على يوتيوب كذلك فيسبوك انستغرام اف اف سبور. نرجع عند عبد الرحمن مصطفى ان شاء الله، عبد الرحمن اللي يقدر يقرب شويه من الاجواء والضغط يمكن اللي كيكون في الماتشات ديال الاهلي سوسيو في هاد الادوار المتقدمه ديال الربع النهائي نصف النهائي. عبد الرحمن واش كيكون شي اختلاف بالنسبه لهاد الماتشات بالنسبه للاهلي كضغط وك يمكن مسانده ديال جميع الاطراف الاهلي في هاد الماتشات الماتشات ديال القاهره؟ بص انا هقول لك على حاجه، انت جاي من المغرب وجيت حضرت ماتش الزمالك والوداد ودلوقتي هتحضر ماتش الاهلي والرجاء، انت هتلاحظ وهتشوف الفرق ما بين الصحافة وتعامل الصحافة مع الماتش مثلا بتاع الزمالك، وهتشوف برضو التعامل مع الأهلي. ماتشات كتير يعني هما بيديروا الضغط لل يعني للفريق اللي هو هيلاعب الأهلي أو مهما كان، بحيث ان هما الضفة تبقى مستريحة من ناحية الأهلي، يبقوا عاملين حسابهم من ناحية الحكم، يبقوا عاملين حسابهم من أي حاجة. لو جيت مثلا تشوف آخر ماتش لعبه الأهلي إمتى، هتلاقي يوم السبت اللي فات، يعني هو تقريبا هيبقى باقي اسبوع كامل مستريح، مفيش اي بالنسبه له اي اجهاد، مفيش حتى الناس اللي كانت مصابه هي رجعت بتبدا تستعد وهترجع عادي وتشارك في التشكيل. بعيدا مثلا عن فريق زي الرجاء لعب ماتش الكاس وعنده تنقل كمان، الاهلي كان عنده ماتش في الدوري تم تاجيل الماتش، فبالتالي كل الظروف دايما بتساعد الاهلي ان هو يكون في احسن فورم واحسن حال. ده من ناحيه الاهلي، انا ماليش دعوه بالحاجه بس انا بقربك من ناحيه الماتش، وخصوصا الاهلي بحكم ان انا مصري ومتابع طبعا الاخبار والاحداث اللي بتحصل من هنا. ولو فضلنا نتكلم من هنا للسنه الجايه نحتاج برنامج فوق البرنامج كمان نحكي فيه. شكرا طمنتينا. الله يحفظك اخ نبيل. اخ نبيل فضل حضرتك اخويا اللي تلتحق بنا الاخ حمزه ها هو نرحبوا به. السلام عليكم خوتي. ها هو جا خويا، ها هو جا. السلام عليكم الاخوه ديالي كي دايرين؟ يلاه بينوا لي بينوا لي وصل.
حمزه شحلوا البيبان موجد لي اخويا طارق ياك مرحبا اخويا حمزه مرحبا بالحركه اخويا حمزه والله يجيبه على خير الله يجيبه على خير يا ربي يا ربي مرحبا اخويا حمزه الله يبارك فيك وكنت كنعتذر على هذا الخير اللي خارج على الاراده ديالنا راه السكان ديال مدينه الدار البيضاء راه ولاو كيعرفوا المدينه كي دايره ولا مشيتي تطرات كلشي مدينه القاهره الله يرحم لا مشات يطرا لك نص مشكل هنايا في كازا تولي معطل على كلشي فرصتك خويا شوف من البلاصه اللي ساكنين فيها يعني تقريبا بعيده على اللوطيل ديال فريق الرجاء بربع ساعه يعني ربع ساعه نكونوا عندهم ياك اليوم درنا ساعه وربع باش نقدروا نوصلوا نديروا ليميسيون معاهم من هنا هو سيفري هذا الشيء راه كنا كنتعرضوا ليه اخويا كنا كنتعرضوا ليه اخويا طارق كنا ديما تنتعرضوا لهذا الشيء اخويا طارق هذاك الشيء علاش كنا كنخرجوا ديما ساعتين قبل الماتش ديما ساعتين واخا نمشيو نعرفو نبقاو نتسناو في الفيستير تما المهم هو نخرجوا قبل من الماتش باش ما يطراوش لنا شي عراقيل اللي منعونا باش نجريو المقابله راه كان الجمهور ديال الرجاء البارح بارفوا بارفوا هذاك بارفوا تتلاقى مع داك السيفور بارفوا تتلاقى مع داك السيفور تيبدا يدوز فيك من هنا ومن هنا يديك حتى الاسكندريه ويجيب تما عندهم الدروبه ديال المخاصين نعم السي نبيل تعرف رايك يعني كنشوفوا الاختيار ديال الطاقم التقني فريق الرجاء الرياضي انه ما يخوضش حصص تدريبيه وسط النهار مع الصيام ومع الاجواء ديال رمضان اختار انه يقوم بحصص تدريبيه ليليه كذلك اختار اوطيل اللي بعيد على المدينه بعض الشيء الحصص التدريبيه كذلك كيخوضها في ملاعب اللي قريبه من الاوطيل اللي كيحاول انها يتفادى انها تكون وسط المدينه يعني شنو رايك في التنظيم وفي الاختيارات ديال الطاقم التقني ديال فريق الرجاء حسن اولا اخويا نبيل في الطاقم التقني ديال فريق الرجاء البيضاوي عندهم الخبره ما يكفي الناس غتعرف السي رشيد راه شد ليكيب ناسيونال شد ماتش شد الفار فهمتيني وكلهم لعب معاهم دي كوب دافريك يعني راكم واحد التجربه كبيره يعني انا بالنسبه لي احسن سيناريو هو هذا والتعامل تخرج لاعبين من الضغط ديال المقابله سورتو على ان الاخوان المصريين ديالنا راك شتي التعبئه ديالهم والماتش ديال الاهلي ما كيدوش بحال الماتش ديال الزمالك كما قال الاخ وي وي يعني ما انا بورما وحتى القضيه ديال لونترينمون لو سوار مزيانه باش ما نرهقش اللاعبين ديالي فهمتيني اخويا نبيل سورتو انا غنلعب مع الماتش مع السبعه غنلعب مع الفطور دونك بالنسبه لي انا سي اون بون جيستيون بالنسبه لي وكنتمنى اللاعبين يكونوا اون فورم ان شاء الله في الماتش هذا هو لو بلوز امبورطون اخويا نبي هو اللاعبين يكونوا في الموعد ان شاء الله حمزه نعم. الالتحاق ديال حركاز غادي يكون بعض اللحظات بالبيع ديال فريق الرجاء هنا في لوطيل ديال اللي كتستقر به البيع ديال فريق الرجاء واش في نظرك غادي يكون بامكانه يشارك في الحصه ديال 10 ديال الليل سيسير سيسير يكون جاهز ايضا الماتش ديال السبت سيسير اخويا نبيل سيسير لانه شحال عنده ديال الروتار عنده نهار ديال الروتار اللي ما كان خارج على الاراده ديالو واكيد على ان هذاك النهار راه غيكون ترين هنايا في كازا فهمتيني او دار حصه ديال تقويه العضلات في شي سال دو ميسكولاسيون ولا فهمتيني راه غيكونوا مخلين ليه البروغرام اخويا نبيل نعم فهمتيني هو اللي غيوصل اليوم غيدير واحد الحصه خفيفه ديال ديكراساج غادي ديال ادابتاسيون فهمتيني لو بلوز امبورطون هو يكون مع المجموعه الحمد لله وما نعاودوش نشوفوا دوك الاغلاط اخويا نبيل اللي دوينا عليهم البارح فهمتيني ما فينا اللي عاود يجبد عاوتاني هذا ولكن حمزه كنشوفوا على ان كما قال لنا عبد الرحمن كنشوفوا على ان فريق الاهلي يعني عنده واحد الفتره ديال الراحه اللي خداها هي كافيه في المقابل كتشوف ان فريق الرجاء لعب جوج ديال الماتشات 120 دقيقه كنشوف على ان بعض اللاعبين ما كاينينش كنشوف على كان يعني حتى العياء في بعض الماتشات بان على بعض اللاعبين واش هذا الشيء ما يقدرش ياثر على المجموعه في هذا الماتش هذا راه متفق معك اخويا طارق راه لهذوك الاسباب علاش لو ستاف تكنيك ولا تيخلي لونترينمون حتى لو سوار لو ريتم ديال لونترينمون هبط فهمتيني لانهم اللاعبين جايين واحد جوج ماتشات اللي داروا فيهم واحد المجهود بدني كبير ولعبوا في واحد الارضيه اللي شويه صعيبه كتزيد في العيا السانتيتيك دابا حتى الطوسي دابا غيقلب على لا ريكيبيراسيون على فريشور دابا يلا فريشور ضروري دابا خصهم الدراري يكونوا كلهم في اتم الجاهزيه لهذه المقابله يعني ما خصهمش يديروا ايفور بزاف خصهم ينعسوا مزيان خصهم يرتاحوا مزيان سمعتي اخويا طارق اه خاصهم يرتاحوا مزيان اكثر سبونسر مصطفى
سيونس وحده اللي تقدر تكون دو قاصحه هي ديال اليوم. غير يا حمزه واحد الملاحظه. نعم تعال. دائما كما تفضل طارق كنسمعوك. الو كنسمعوك اخويا نبي تفضلوا. وي حمزه. نعم نبي. حتى دابا ملي كنشوفوا يعني جوج ديال الماتشات اجلوا الفريق الاهلي المصري بخلاف فريق الرجاء الرياضي اللي خاض جميع المباريات ديالو. بالعكس نقدروا نقولوا بان الرجاء غيكون عندنا طونت فيه اكثر تنافسيه اكثر ولا العكس طلحه؟ لا بل بان يقدر يكون في صالح فريق الرجاء الرياضي. برافو. لان هذه المقابلات دائما كنقولوها وكنعاودوها راه كلما كان عندك ماشي في صالحنا نرتاحوا حنايا راه ما في صالحش ترتاح. راه اللاعبين دابا تبارك الله واصلين اتم الجاهزيه سيتو لا فورم كنشوفوا الدري تبارك الله. وهاد المقابلات بالنسبه لي انا غيكونوا عندهم واحد يعني امور اللاعبين غتكون عندهم موتيفاسيون لهاد اللاعبين لانه غيحس براسو اللاعب اللي كيلعب مقابلات الحمد لله غير الاصابات. انا كنخاف من الاصابات والتشنجات العضليه مثلا كانوا اللاعبين كلهم في اسم يعني في صحه جيده يعني المقابلات هادو يلعبوا ديال 120 دقيقه 120 دقيقه بالنسبه لي غتكون حافز معنوي لهاد اللاعبين وغتحسس اللاعب بانه اون فورم وغتعطيه واحد الدافع يعني في خصوصا على الجانب البدني يكون دافع يعني جيد ومعنوي ويحس لاعب بانه دائما كيقول انا راه جاهز للمقابله. درت واحد المقابلات في مستوى كبير ما حسيت بوالو يعني انني راه موجود عكس الفرق اللي تقريبا ولا الفريق اللي كيريح واحد اسبوع ولا اسبوعين ما كيلعبش فهمتيني كيقول بان راه الشيف تقريبا في المنافسات ديال 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 ديال, ديال, ديال كاس افريقيا اللي تكلمنا عليها ملي كانت في ولا البطوله العربيه اللي كانت في قطر تكلمنا على الفرق طيب اللي لعبت 120 دقيقه وشتيها يعني في المقابلات اللي من بعد كلها كانت جاهزه وكلها دارت مقابلات كبيره. انا كنقول لك بان الفريق ديال الرجاء الرياضي ان هاد المقابلات غيكونوا في الصالح ديالهم ان شاء الله وغادي نجيبوا لنا واحد النتيجه ايجابيه. نبيل حمزه وطارق حمزه اسمع واحد الحاجه دابا انت في راحتك ما كنتيش والدري كان بغى يسلم عليك واحد مرحبا من اكبر المشجعين ديال فريق الرجاء الرياضي. تو سميتو حمزه الدري جا زياره انا سمعته الدري جا زياره لمصر لمده ديال شهر طاح في ديك الوقيته ديال كورونا تسدوا الحدود تسدوا كل شيء ما قدرش انه يبقى يرجع للمغرب ولا عام هنا ولا مصري واحد في مصر ولا مصري الاخ ولا مسمينه ماله فما كتجي الراجل مصر تبغي تلعب كتكون رجليه مهرسه عاوتاني هذا الماتش هذا فهو رجليه مهرسه عاوتاني والله يعطيه صحيحته وجيبوا معاكم باش تكونوا هابطين رضوا معاكم يشوف البليزه. السلام عليكم السي حمزه كيدير أخوي رمضان كريم اخويا كلشي بخير عليك وعلى جميع المغاربه اللي مقيمين في الخارج كيدير حبيب بخير الحمد لله اخويا الله يكبر بك حتى اللغه ولات عندك شويه بالزربه لا ما جيتش لديك الدرجه اخويا ميكس ولا تتعرف لك شويه لا ما جيتش لديك الدرجه والله هو بحال 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 اخويا توحشتي بلادك وتوحشتي المغاربه توحشتي وخوتك واه الله يعطيكم صحيحتكم وتهليتينا في خويا نبيل وطارق تمايا وجماهير الرجاويه ضروري اخويا ضروري اخويا حمزه راه خالعني هذاك الاربيض ديالكم هذاك اللي بعينين تما راه خالعني ما يخرجش ان شاء الله ايوا اي حمزه غير واحد النقطه نعم كنتي دويت فيها انت شحال هذه وعاوتاني تاكدنا منها هنايا في وي خويا طارق على ان الماتش ديال الاهلي اللي من وراء الماتش ديال الرجاء هو تأجل لهم رسميا يعني تأجلوا لهم ماتشات قبل من الماتش ديال الرجاء ومن وراء الماتش ديال الرجاء تأجلوا لهم جوج ماتشات فهم غيجيو لاعبين مع الرجاء مرتاحين العكس ديال فريق الرجاء ولكن النقطة اللي كنتي دويتي فيها بورزو نعم دوي قول لي ولا طريقة النقطة اللي كنتي دويتي فيها ديال على أن الفرق ديالنا اللي مشاركة كتنافس في يعني في المنافسات الإفريقية كان عليها على أن كاينين شي ماتشات خاصهم يتأجلوا برافو عليك برافو طارق خصنا نوفروا لهم جميع ظروف الراحه ونصيفطوا نهار ديال المقابله خصنا نصيفطوهم يكونوا اون فورم حتى هما بحال هاد الفراقي وانت راك عارف دابا هي راه الكره المصريه شنو عندها دابا هي عندها المصري وعندها الاهلي صحيح يعني من هنا لواحد العامين او واحد العام قدام راه ما غتبقى حتى شي انجاز فهمتيني يعني هذا هو لا سول شونس اللي عندهم باش يحققوا نتائج وباش يديروا نتائج الكره المصريه لانهم راه قلت لك التعبئه اللي كاينه في الماتش ديال الرجاء والاهلي راه ما عمرك تشوف بحالها راه انتم تبارك الله راكم عايشين تما وشتو تما شنو كاين وي
الناس معبئه بزاف دايرين اون غروند بريسيون على 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 على, 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 على الاربيتراج على الكاف على الجماهير ديالهم حتى هما هي اللي غادي يجوا يحضروا المقابله باركين تيعبوا فيهم تيقولوا لهم راه ما خصناش نبركوا راه ما خصناش خصنا نشجعوا 90 دقيقه خصنا نرهبوا الخصم ولكن الحمد لله الرجاء مولفه ولا هي للوداد مولفين على هذه الاجواء هذو وشفنا غير الاستثناء اللي داروه الحكومه المصريه للجماهير ديال الفريق الاهلي يعني باعطائهم الرخصه ديال ادخال 20,000 مشجع الملعب السلام فما هادشي ما دارش مع الزمالك وانت كتعرف البو ديال الاهلي اخويا نبيل تما عاوتاني راه كتعرف راه ما كاينه اون ديفيرونس ما بين الاهلي والزمالك والزمالك تما ما كيدويوش اخويا ما يمكنش راه عبتي علاش راه حيت ما دوك واحد الزمالكاوي والله راك شتي انت ماشي بحال الوداد والرجاء هما شويه هما راه كتعرف الاهلي راه غالبه شويه على الزمالك غالبه من ناحيه ايه بقى من ناحيه الالقاب من ناحيه الجمهور من ناحيه عدد الجمهور فهمتيني من ناحيه عدد المنخرطين فهمتيني اش بغيت نقول لك هو غيجاوبك هو غيجاوبك صافي هذا هو الاختلاف فين كاين ما بيناتهم ما فما عدد المنخرطين فكره الانخراط يا كابتن فكره الانخراط في مصر يعني مختلفه تماما عن المغرب نعم سيدي اشرح لنا كيف لان المنخرط في مصر هو عضو في النادي عضو جمعيه عموميه في النادي انتم المصريين كلهم عضو في النادي على هذا القبال لا 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 بيخلص مرة واحدة في العمر تمام نعم. 20,000 دولار أو 30,000 دولار وكل شهر بيدفع حوالي 10% أو 5% اللي هو التجديد كويس نعم العضو ده بيستفاد من مرافق النادي عندنا سواء أهلي زمالك وادي دجلة سبورتي متفق معك أنا عارف 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 كيفاش تدار الأمور عليك نعم أغلى عضوية في مصر ولا الأهلي ولا الزمالك نادي سبورتينج ما عندوش فريق كرة لكن عنده نادي محترم نادي كبير اجتماعي ناس كتير ونيسي تان كلوب دو الوزير ما عرفش كيفاش نقولها لك بالعربية ستان كلوب دو الوزير ما كيشاركش في البطولة مين سبورتينج إيه ما تيشاركش في البطولة ما كيش في البطولة المصرية من لما كيشاركش لا 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 سبورتينج عنده فريق باسكت يعني سلة طائرة سلة باسكت وعنده هوند عنده كورتير على مستوى الجماهير أنا خلص عندك مثلا وادي دجلة هو أكبر عدد منخرطين ماشي الأهلي أكبر عدد منخرطين هو وادي دجلة جميل أنت بقى بتكلمني في موضوع الألقاب إحنا عندنا يا كابتن حمزة لما بيتوافر عدة عوامل بتفوز بالبطولة مش بتفوز بالبطولة وبعد كده يجي لك العوامل الأخرى فهمتي وجهة نظري فهمتك ولكن دابا انت بغيتي تساوي الكفة ديال الزمالك مع ديال الأهلي هادشي اللي فهمت انا لا انا ما بسويش انا عارف ان الشعبية بتاعتهم اكبر وهكذا يا وهذا هذا ما النقاط اللي دويت عليها ما من ناحيه لا كاليتي تكنيك يعني من ناحيه اللعب انا تنفضل اللعب ديال الزمالك فهمتيني عبر التاريخ من الهيمنه ديال الاهلي ما يمكن حتى شي واحد ينكرها لا في المغرب لا في مصر الله ينور عليك وانا مش نكرها ولكن انا بتكلم ان في عده عوامل اتوفرت للاهلي ما توفرتش للزمالك فبالتالي سببت نجاح للاهلي ما سببتش متفق معك وفهمتك مزيان فهمتك لانه فريق ديال انا عايز اوصله لك فريق يمكن فريق ديال الشعب يمكن على حسب ما كنظن انايا فريق ديال الشعب الاغلبيه ديال الطوائف الشعب كتبغي الفريق النادي الاهلي على حسب ما كنسمع وكنشوف فهمتيني في المنابر الاعلاميه ديال مصر هو علشان انا اقول لك والله بصراحه بدون تحيز في فترة كبيرة الأهلي مثلا من بعد سنة 2005 الزمالك يعتبر كان مختفي من على الساحة حل مجالس إدارات ومفيش لعيبة وهكذا في المقابل كان عندك أبو تريكة وبركات والجمعة ومحمد شوقي مصر بمعنى صحيح بالضبط فأنت عندك ناس خرجوا للكورة شافوا الأهلي بيكسب فشجعوا علشان بيكسب خلاص صافي لا وفي الشارع يعني معلش المواطن البسيط اللي بيشتغل بالصبح وبالليل عايز في الاخر يتفرج على ماتش كوره دابا اسمح لي نقول لك الاخ واش دابا انت التاريخ ديال الاهلي ربطتيه من 2005 من 2005 حتى الفوق يعني من 2005 لتحت ما كان والو
بورزو قد انا بقيتي معاه راه غيبقى يبكي لك لا خليه يجاوبني بعد هذا راه حيت هو بالي اسس الاهلي في 2005 هو لا 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 بتكلم الفرق في الجماهير وفي الشعبيه داكور يعني هما ما اكتسبوا دوك الجماهير والشعبيه حتى مورا 2005 انا اتمنى تيجي مصر يا كابتن حمزه تنزل بنفسك لمدينه الاسكندريه لمدينه الاسماعيليه والاسكندريه راه فيها الاسكندريه عندهم الفريق ديالهم الاتحاد الاسكندري الاتحاد الاسكندري والفريق الثاني هناك الزمالك والاهلي المصري والاهلي وما عندهمش اهلي اسكندريه عندها عدد متشجعين ديال الزمالك اكثر فيها الاهلي حتى هي فيها الاهلي بزاف حتى هي عبد الرحمن وعبد الرحمن اسماعيليه لا اسماعيليه 100% اسماعيليه الدراويش احنا عندنا كافيه في الاسماعيليه اسمه كافيه طلقه كان في 2017 بيوزع على الناس شرارات بعد ما فازوا على الاهلي شوف شوف عندي شوف انا نصيفطوا لكم راه عندي راه صاحبي هذاك يقول لي انا اصيره من هنا من هنا جزايا وعبد الرحمن انا اصيره من عندكم أصدر من الفاطميين هذايا بالي طلحه اخويا وصي عبد الرحمن يقابل لك القهوه راه قلت لي قلت لي انا توحش انا مقهى الفيشاوي وسميتها ومسجد وزينب وخال خليل راه نمشي نعطيك ثانيه باش ان شاء الله ان شاء الله نجي اخويا مرحبا نجي عندكم وانت انت اللي جيتي المغرب جي لبلدك الثاني مرحبا بك اخويا عبد الرحمن مرحبا بك باذن الله ربي باذن الله بحال الزمالك بحال الاهلي ما تكعش علينا بحال بحال المهم دابا احنا راك نشوف المهم عندنا دابا هي الرجاء هي اللي عندنا اخويا ما كنعرفوا لا الزمالك لا الاهلي دابا اقلب علينا وجهك اخويا عبد الرحمن يلا نمشيو ننتقلوا طلحه حمزه نعم سيدي نبيل ننتقلوا عند حمزه المشجع الرجلاوي مرحبا سي حمزه هذا من غير انه مشجع ديال كره القدم فهو كيموت على الرياضه ديال التنس خويا حمزه قول لنا هذه الرياضه اللي كيفاش جبتيها من مصر البادل ولا التنس عاد خويا التنس هذا خويا حمزه وراك عارف تما كاينه الثقافه ديال النادي تما كاينه الثقافه ديال النادي داكشي علاش معقول اخويا حمزه عندهم هنايا ثقافه الانديه كتمشي للنادي في بزاف ديال لي زاكتيفيتي كتقدر تختار انت شنو تقدر تعلم دغيا تقدر تعلم دغيا مع لا براكت كتعلم دغيا معقوله كتعلم دغيا وحمزه راه مشى عند النادي وبدا كيتعلم وكيتعلم شويه بشويه هو يقطع راه علم قال لهم علاش ما نديروش فرع ديال فريق الرجاء الرياضي ديال التنس هنا في مصر وفكرة جيدة اخويا الله يعطيه الصحة با حمزة ونديروه هنا بعدا هو الاول تسلم مصطفى الله ديال الجالية بعدا هو ديالنا نديروه هنا هو الاول يبدا بعدا لا ويجي يكمل عندنا انا هو دابا راه صافي راه تعلق في مصر ما بقاش مغير ولا مريح قال لهم باغي نخلق لهم الخضراء قال لك باغي نخلق الفريق الاخضر هنايا في مصر وكاين واحد الرجاء المصري تمايا مخالقين ياك النبي كاينه فريق الرجاء في البريمير سيري ومن بعد طاح وكاين ايضا حتى فريق الوداد هنايا وداد مرسى مطروح ياك في فريق اسمه وداد مرسى مطروح وداد ورقا مرسى مطروح موجودين يا لا كاين مغاربه كاين المغاربه في مرسى مطروح ياك كاين المغاربه في بورسعيد ما عندكمش شي حطار جا مرسى مطروح عندهم الزمامره دجله لا عندنا اتحاد بسيون ما عندناش اتحاد كسناك عندهم كسناك بغا نرجعوا للمقابله حمزه مصطفى نعم سيدي نبي كيفاش كتشوف هاد اليومين اللي كيسبقوا الماتش ديال الرجاء الاهلي كيفاش خصهم يتهراو شنو التركيز علاش خصنا نركزوا ان شاء الله باش يكون فريق الرجاء الرياضي يوم السبت جاهز لقمه الاهلي يا حمزه خصنا نركزوا على الخصم اخويا نبي تو سامبلومون نركزوا على الخصم على الطريقه ديال اللاعب الخصم تخرج اللاعبين من الضغط ديال المقابله والحمد لله انت دويتي لي على واحد الامور ايجابيه على ان اللاعبين بعاد على هذاك الضغط وحتى لونترينمون كدوز في واحد الاجواء اللي مزيانه لو ريتم ماشي طويل في فهمتيني اخويا مصطفى يعني الامور تدار مزيانه هاد الساعه لو بلوز امبورطون هو النتيجه اخويا نبي النتيجه اكيد النتيجه راه غادي يديروها اللاعبين خصهم يديروا اجتماعات هما مع بعضياتهم يعرفوا المسؤوليه اللي عليهم يتخيلوا السيناريوهات ديال المقابله كيف ما تنقول لك اخويا نبيل ديما اللعاب مريح كيسيمولي
هادشي كامل داخل في لا بريباراسيون ديال الماتش اخويا. ولكن حتى رشيد خصو في هذه المقابله المدرب خصو يكون عنده غيكون عنده واحد يعني بالنسبه لي مع المجموعه يعرف كيفاش كما قلتي يحيدوا من الضغط ولكن ما يكبرش عليهم المقابله. لان دابا دائما هي مقابله كبيره اخويا مصطفى. لا هي مقابله كبيره. حيت كاين شي مدربين اللي تقريبا بهذه المقابلات الكبار كيعرفوا كيفاش يمتصوا الحماس ديال هاد ديال الادفيرسير وكيعرفوا كيفاش كيخليوها عاديه كيردوها مباراه عاديه. لان لا بقيتي تقول لا مقابله يعني ضد فريق اهلي فريق اهلي الله يعني مثلا الرجاء وتنتهي فهمتيني خاصهم ينساو حتى ديك المقابله ديال السوبر كوب خاص اللاعبين دابا يحيدوهم من الاذهان ديالهم. السوبر كوب راه كنا رابحين مصطفى. لا شوف حيت الشمته هذيك مقابله الشمته اللي خضرت اللاعب توا فيما غيشوف الاهلي غيبقى يتفكر ديك الشمته انه كان رابح ولا برافو عليك مصطفى فهمتي يعني هذا الماتش هذا غادي يدوز مغاير على هذا الماتش برافو غيكون مغاير هذا ما عرفتش فيه في 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 شوط اول ان شاء الله في القاهره والشوط الثاني غيكون في, في, في كازا. يعني هنا اللاعبين والمدرب خصو يكون الدور كبير المدرب باش يحيد الضغوطات على هاد اللاعبين وخصوصا انهم شفنا في المقابلات الاخيره ديال الكاس كيفاش عانوا لاعبين عانوا بدنيا وعانوا تاع الامور تيران سانتيتيك مصطفى ولعبوا في لو ميم تيران مصطفى ولي كونديسيون ماشي الجريمه اللي قلت يا خويا حمزه اللي كيكتسب دابا اكيد على التوصيل بغيت نقول لك الكؤوس الافريقيه مع المنتخب مع الانديه مع الماس ومع هذا يعني خصها تكون حاضره. يعني رشيد الطوسي دابا كل جماهير يعني الرجاويه والمغربيه كتسنى رشيد الطوسي صراحه يعني يخرج هذيك التجربه ديالو الكبيره اللي راكم واكب مع الانديه وتكون حاضره مع فريق كبير كفريق الرجاء الرياضي لان مقابله ديال كبيرين دابا مقابله ديال فرق كبيره فريق الرجاء الرياضي فريق كبير فريق الاهلي فريق كبير وهنا بالنسبه لي نهائي هذا يعني نعم هذا نعم طلحه نعم خويا فقط نطلبوا اذا كان ممكن عبد الوهاب يتصل لنا بالزميل ديالنا زكريا مدني مباشره من الجزائر كنظن بانه الان فهو مع البعثه ديال فريق الوداد الرياضي باش نعرفوا اخر مستجدات فريق الوداد مع الزميل المدعوش ديالنا زكريا مدني. فوالا دونك هذا غير تكون محاوله كنعرفوا زكريا مدني يمكن هذه وقت قليل باش وصل العاصمه الجزائريه الجزائر بالتالي فنتمنوا انه يتمكن يكون معنا باش يمدنا باخر الاخبار ديال فريق الوداد الرياضي قبل فريق الشباب بالوزداد اطلعها. واش نبيل سمعت الجمهور ديال الوداد كاع ما تنقل الماتش جو سي با بوركوا ما عرفتش علاش حتى البارح تقريبا عاد السلطات الجزائريه رخصت الجماهير بالولوج للملاعب يعني دارت اخر لحظه تقدر تكون هذه اكسبري لان هادشي انا عرفته وشفته انا في عده منابر يعني وعده قنوات جزائريه يعني شوف لا لان عده قنوات جزائريه اسبوع دابا من نهار تلاقينا مع شباب الوزداد وهما مكونفيرميو كونفيرمين الجمهور باش يدخل ولكن امتى غادي ياكدوها ولكن كان هذاك حديث الشارع مصطفى ما كانش خا شي حاجه رسميه كنقول لك بانه كان رسمي شبه رسمي غير انه باش غيخرج يعني كبلاغ شبه رسمي يعني ما خرج شي بلاغ من عند الحكومه خرج بلاغ حتى لاخر لحظه لهذا السبب باش ما الجماهير الودادي ما تنقش يعني ولا كاين الوقت ما كاينش الوقت شحال بقى دو جوغ صعيب وقت صعيب لان غيمشيو تنقصوا انا نقول لك صعيب حيت ما عندهمش لانفيتاسيون ما كايناش لي زانفيتاسيون يعني ما عطاهمش لانفيتاسيون لا وفرتي واحد الكم واحد البلاصه فيها لي زانفيتي ديال الواك فيهم واحد 2000 ولا 3000 على حساب الوداد راه يقدروا يجيو حتى 10000 يجيو 2000 3000 فهمتيني اخويا مصطفى راه دوك لو فول ديال تونس لالجيريا راه يقدروا يديروه فهمتيني حمزه وي تفضل حنا سال المبعوث ديالنا زكريا فاش يعني كنا كنديروا التنظيم ديال الرحله ديال الجزائر ف كانت الامور صعيبه لان حتى الرحلات ما بين المغرب تونس بعد تونس الجزائر فما غير متقاربه وبالتالي فالجمهور اللي بغى يمشي يخرج تما مشي تونس وقضي الليله في تونس ومن بعد عاد يجي الطياره للجزائر على ما الظروف ما كاينش الطياره في لو ميم جور يا اخي ما فهمتك يعني. لا هذيك اللي كاين في لو ميم جور ولكن ملي كتوصل انت تما لتونس كتلقاها مشات ثاني ف صراحه زكريا يمكن تحيه من المنبر لان تعذب باش يوصل للجزائر راه مسافر هذه شي 4 ايام ومسافر صعيب لان دابا كاينه صعوبات كبيره هادشي اللي قلت لك انا نعم ما يمكنش للجماهير الوداديه دابا تلتحق في تقريبا هاد اليومين نعم طارق طلحه الا كان ممكن على ما كان الا كان ممكن واحد النقطه بغينا نهضروا عليها تحيه بزاف وكبيره للجميع الاداره ديال ام اف ام وزكريا المدني على هذا الفول ديال الجزائر حاجه اخرى
كنبغي نعاتب وانا مسؤول على الهضره ديالي وكنعرف شنو كنقول. كنعاتب فريق الوداد الرياضي والمكتب ديال فريق الوداد الرياضي لاني حاولت نتواصل معاه شحال من مره غير على قبل باش نقولوا على ان راه المراسل ديالنا غيوصل في النهار الفلاني وفي الهضره الفلانيه وما كاين حتى واحد كيجاوب. حتى دابا اخويا طريق راه تتعذر علينا نتصلوا بخويا بالسي زكريا المدني لدرجه ان كاينين صحفيين لغاو الحجوزات ديالهم بعد ما انهم كانوا يتواصلوا مع فريق الوداد والوداد ما تواصلش معاهم. ولكن حنا خدينا المغامره زكريا حتى واخد المغامره ومشى فكنتمنى على انه يكون بخير ونعرفوا عليه يعني بزاف ديال المعلومات باش نعرفوا. صحيح خويا طارق انا دابا غادي طارق انا غنتكلم معاك بصراحه. الحمد لله دابا حنا لعبنا في الوداد وعارفين يعني الوداد شنو تابع في هذه المقابله. انا غادي نحاول اخويا نبيل يعني اليوم ان شاء الله نحاول ندير اتصالات يعني مع الناس ديال نادي الوداد باش نشوفوا يعني الخويا يعني نشوفوا كيفاش وصل الجزائر زكريا ونشوفوا الاجواء اللي كاينه تما. وان شاء الله شوف انا غنوعدكم بان ان شاء الله انا من هنا لغدا ان شاء الله في الحلقه ديال غدا ان شاء الله غادي ان شاء الله نتصلوا بزكريا ونتصلوا بشي مسؤول لا طلال ولا الناس اللي كاينين تما مع البعثه ديال فريق الوداد الرياضي اللي كاينين في الجزائر. خويا طارق هذا مصطفى باش نشرح لك مصطفى بحال هذا الفول كيكون حساس شويه. صحيح نورمالمون اداره ديال الوداد كانت تجمع الصحافه حولهم وتديهم معهم. علاش؟ لانه هما السلاح ديالها تما هما اللي غيحميوها تما من بعد بزاف الحوايج والعراقيل اللي كيوقعوا تما ولا غيبغوا يعترضوهم. اما باش يكون تجاهل ويمشي الفول هكاك والصحفيين مشاو ما كاين حتى شي واحد كيسول فيهم وحنا ملي كنبغيو نتواصلوا معهم. واش دابا غنحاولوا نتصلوا رسمي؟ شوف طارق واش دابا انا اللي فهمت هو ان واش ما مشى حتى شي صحفيين مع الوداد؟ الوحيد اللي حد الان مكونفيرمي هو زكريا المدني. ولا ما مشى حتى شي صحفيين اخرين مع الوداد؟ اربعه صحفيين لغاو لي فول ديالهم. اه وكان كان الصحفي ديالنا زكريا المدني وكان واحد صحفي اخر ولكن بقى لحد انت هو ما عرفناش واش نطالق من المغرب ولا باقي نطالق. واش دابا الصحافه المغربيه ما كايناش في الجزائر كاع فهاد الماتش هذا؟ ما كاين كاينه زكريا مسكين خونا. انا كنقول لك زكريا فاش مشى كيحط لا ليست الماتريال في القنصليه ديال الجزائر باش يحطهم لا ليست ديال الماتريال ديالو كان هو الوحيد بوحدو اللي قالوا لي انت اللي جيتي. ونتمنوا اخويا ونتمنوا نسمعوا. انا سحبت كاين شي صحفيين ديبلاصاو مع الوداد في الطياره ديالها. لا 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 شوف كاينين بزاف د الحوايج برزو حنا ما بغيناش ناثروا دابا على حتى شي واحد. ولكن شي حوايج نقولوهم ماشي زعما انا ما شغال فاش فيهم اش فيهم. الا كانوا شي صحفيين مشاو مع الوداد في الطياره راه عاديه كانوا يدوا معاهم كاع الصحفيين كما قلتي انت. هذيك النقطه الحساسيه ديال الماتش صافي قبل الحساسيه ديال الماتش. ولكن ماشي انت تجاهل الصحفيين اللي هما كيقوموا بالواجب واللي هما غيحميوا الفرقه من بزاف ديال الحوايج اللي غيقدروا يوقعوا لهم هما السلاح ديال كتجي يعني كتولي محارب انت من جوج ديال الاطراف. وليني واش الوداد طريق واش الوداد واش الوداد ملزم على انه يحمي هاد الصحفيين ويديهم معاه ولا؟ سي نورمال ملزم على انه يحمي الصحفيين اللي معاه. علاش كون مسؤول تما بحال دابا حنا في الراجع هنا بحال دابا فريق الرجاء الرياضي الابراهيمي تواصل مع الصحفيين كاملين اللي كاينين هنا وهو السيد دابا هو قال الدور اكيد. علاش قلت لك احنا غنحاولوا نربطوا الاتصال طارق كيهضر مع الصحفيين كيتواصل معاهم عارف 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 كل حاجه هنايا وهو ديكلارا لينا انه لو وقعت شي مشكل ولو وقعت شي حاجه اننا نعيطوا عليه في التليفون وهو غيتواصل باش يحل اي مشكل. شوف هذا الشيء اللي غادي نديرو اخويا غنحاولوا غدا ان شاء الله في الحلقه ديال غدا غنحاولوا نتصلوا بالناطق الرسمي ديال فريق الوداد سي طلال ان شاء الله باش يعطينا الجديد وباش يتكلم لنا على الفريق وعلى الرحله شكون الامور اللي كيدوز منها الفريق تما في الجزائر. شكون شكون دقائق شكون طارق طلحه وي خويا كنسمعك معنا الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء الرياضي السي عبد الاله من لوطيل اللي فيه كتستقر فيه البعثة ديال فريق الرجاء السي عبد الاله ابراهيم. السي ابراهيم مرحبا بك. مرحبا خويا نبيل. مرحبا بورصو. الله يبارك فيك السي عبد الاله خويا كبير هذايا. شكرا اخويا شكرا اخويا على التواصل ديالك معنا اخويا شكرا اخويا. توجور ان بليزير السي عبد الاله توجور ان بليزير. شكرا. الناس كيتشكاو واش ما صيفطوش اجواء مريحه تيجي تشكاو على زكريا مسكين اللي مشى الماتش ديال الواك باقي كاع ما وصل زكريا باقي ما عندناش عليه الخبر. لا باش نوضعوا السي ابراهيم الصوره كندويو على الفريق ديالنا الاخر اللي مشى الجزائر
تلقاو بعض الصعوبات وداك عارف مع الحدود المسدوده وهذا هادشي اللي كنا كندويو عليه ان شاء الله. سي ابراهيم قربنا شويه من الاجواء اللي بعثت فريق رياضي قبل تقريبا يومين من الماتش المنتظر امام الاهلي. والاجواء كما كتشوفوا فيه الاجواء مزيانه كاين تجانس ما بين المجموعه هذه اهم حاجه. جميع اللاعبين غيكونوا في الجاهزيه ديالهم باستثناء اللاعب العجر على ما اظن اللاعب الوردي اللاعب الاصابه واللاعب الماياري اللي نقص جمعوا ثلاث انذارات باقي اللاعبين فهو حتى الجاهز ديالهم وكنظن ان شاء الله ربي يوفقنا في هذه المقابله ديال الربع ونديو واحد المباراه اللي تكون في المستوى كتليق بالنادي الرجاوي. السي عبد الاله بغيت نسولك السي عبد الاله واش التعيين ديال هذا الحكم هذا ما 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 ما, ما, ما خلعكش شويه السي عبد الاله شويه فيو لي زونتيسيدون اللي عنده والتحكيم الافريقي كله؟ شوف باش نقولوا انت وزهرك هذا الحكم هو اللي قادنا مقابله ديال التشكيل ما بين الرجاء والاهلي فرقي بجوج فهو كيعرفوا مزيان لانه كان هو الحكم ديال اللقاء ديال النهائي. كنظن انه يكون كيشرف بعدا مستوى شرف القاره الافريقيه خاصه في المناسبات اللي هي فيها الادوار المتقدمه ديال الربع ولا النصف وطبيعه الحال حنا نشوفوا اداء الحكم وحنا راك عارف السي عبد الاله جنديروا لهم نديروا لهم هذاك الكونتر اتاك قبل ما يديروه لينا هما راك انت كتعرف ديك السياسه ديالهم ودوك التاج هادشي اللي كاين. لا حنا ما جالسينش حنا كتعرف الاجواء كتعرف الكواليس الله يعطيكم الصحه السي عبد الاله حنا غندافعوا على الحقوق ديالنا بجميع الوسائل السي موسى. وبغيت عاوتاني السي عبد الاله نسولك على واحد النقطه اللي شويه برزطاني هو داك القضيه ديال الباسبورات تاع السي عبد الاله. الباسبورات شوف انا بالنسبه لي كرأي شخصي فتبقى الباسبور وثيقه رسميه شخصيه اللاعب هو الاول مسؤول عليها. الله يعطيك الصحه ترى السي في هذا الشيء فحكاس ما كانش عنده انه مده صلاحيه كان خرج ليه الباسبور ملي خرج ليه الباسبور كان 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 سهل عليه كان كان خطا ماشي سهل عليه كان خطا فهذاك الخطا باش يتصلح فهو صلحناه في 24 ساعه وحكاس يوصل له الساعه 7 التوقيت ان شاء الله. فيما يخص البكاري فكان عنده جواز اللي هو جواز السفر اللي هو قديم وكان بدلو طلب اللي كانت مده صلاحيه بقى فيه 6 شهور وطلب جواز اللي هو جديد ومني جا للمطار فلقى بان جاب الجواز القديم وتلقى بانه في النظام المعلوماتي ديال جوازات السفر فالجواز القديم فتلغى فكان كيتهضر على انه راه في هذيك الرحله وكنظن انه راه في حق الكاس. هي مسائل اللي ما كنكونوش زعما كنتظروها ولكن ماشي كنقولوا ما خصناش نطيحوا فيها ولكن بعض المرات ما كتكونش شكا اداري ولا ولا امبريفو الامبريفو سي عبد الاله ما يمكنش تحكم فيه الامبريفو ما يمكنش لك تحكم فيه لان حق الكاس راه كان خصو يبدل لاكارت ناسيونال راه بدل لاكارت ناسيونال من فليكيك العلم ديال الدار البيضاء فهذاك التبديل ديال البطاقه فوالا بروسيدور كبيره بطاقه التعريف الوطنيه عاد باش طلبنا ليه جواز سفر ملي خرج ليه جواز سفر كان فيه خطا الحمد لله الحمد لله بعدا ما غنبان يلتحق اللاعب درتي لي استنطاقه حمزه زين. لا بالعكس توضيحات وكنحيي السي عبد الاله على التوضيحات على كنحيي على التوضيحات كنحيي على التواصل ديالو وكما ما يمكنش لي كنحيي السي عبد الاله ديما على الجراه ديالو على الشجاعه ديالو ونتمنى لك التوفيق حمزه. نعم السي نبيل سولو السي عبد الاله على البرنامج ديال فريق الرجاء يمكن كاين حصه تدريبي اليوم بالليل اليوم كاين حصه تدريبيه الساعه 10 ليلا بتوقيت القاهره غتكون تدريبات في ملعب ديال النادي الاهلي وغدا ان شاء الله غتكون حصه بملعب سلام الملعب اللي غيتعرض للمباراه وقمنا بالحصه التدريبيه وامس ملعب حرس الحدود ان شاء الله صافي. لا كلشي تنسول على ليطا ديال التيران خويا نبيل ليطا ديال التيران هنا ودابا حمزه قربنا فطونا طريقه صافي قال لك حبسوا صافي راه سخف طريق خلاص خرجك عارف قرب يودنا معلم ايوا جبت السوبيره العجيبه دابا راك عارف صافي هاي عنده اش داير فيها الفول تمايا ما تمكناش يمكن من اننا يكون معنا الزميل ديالنا زكريا مودني من الجزائر اكيد غادي يكون معنا في الحلقه ديال غدا ان شاء الله الظروف الصعبه تحيالي على هذا داكشي اللي كاين تنوعدوا الجماهير ونوعدوا الجماهير يعني الوداديه ان شاء الله نوافدهم بكل صغيره وكبيره على فريق الوداد والرحله ديالو كما تكلمنا اليوم على فريق الرجاء الرياضي وعلى الظروف اللي كيمر منها في القاهره ان شاء الله لنا موعد مع الوطن ان شاء الله غدا نوعدوا الجماهير الوداديه والمغربيه كلها بان باش نديروا واحد الحصه على فريق الوداد الرياضي وغيكون معنا السي زكريا المدني يعني من الجزائر ان شاء الله ويعطينا الجديد على الدري احنا ان شاء الله وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل الفرق الوطنيه ان شاء الله نشاركوا
مصطفى غير باش 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 واحد ما يمشي غلط. انا من يعاتب ترى ما عاتب يعني النادي كامل ولا عاتب، انا عاتب بعض الاشخاص حيت ما تو... ما ما معليش معليش فكره واصله، الفكره واضحه، فكره واضحه طارق بالقصد باش ما يغضبش الجماهير ولا شي حاجه. لا لا الفكره واضحه، الفكره واضحه. وداد 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 الامه، وداد كيمثل الشعب، كيمثل المغرب، ما كيمثل الشخص. هذا ما كان خويا طلع، حنا ما كنهضروش على شخص ماشي اشخاص، حنا كندوي على الوداد، الوداد اللي كنحبوها، الوداد اللي عملنا فيها. حنا غدا غنحاولوا نتواصلوا بالناطق الرسمي سي طلال، وغادي نتواصلوا مع سي زكريا مدني، وغيعطيونا الجديد ان شاء الله. وحنا وراء كل الفرق الوطنيه، وراء الوداد، وراء الرجاء، وراء نعرفوا بركان حتى هي ان شاء الله، ان شاء الله نشوفوا بركان حتى هي، ونتمنوا التوفيق للانديه الوطنيه ديالنا باش تمثلنا احسن تمثيل. اخويا هاي حمزه كسمعوا اخويا، الله يحفظك، مع يلا التحق بينا الصديق ديالنا خالد. نخليك نخلي يوصل واحد التحيه لك برضه. مرحبا الحبيب. السلام عليكم السي خالد، كيداير؟ صحه بخير، الله يبارك فيك، رمضان كريم علينا وعليك خويا، بارك الله فيك. خوتنا انا وصلوا الحمد لله البارح، والامور مضبوطه الحمد لله، الله يكبر بكم. نتمنوا ان شاء الله ليا في خوتي انا، الله يعطيك صحتك، تهلا ليا في خوتي الله يعطيك صحتك، امانه بين يديكم. وقول لهذاك الاخوه، هذاك الخونا الزملكاوي راه هانيه بحال الزمالك بحال الاهلي، ما تقلقش. يلا خويا نبيل، سلام اخوتي نبيل، نبيل لنا موعد غدا ان شاء الله. ختم لينا خويا من القاهره، ختم لينا، ختم لينا من القاهره، ختم. يلا كنشكرك مصطفى، كنشكرك حمزه، شكرا خالد، عبد الرحمن، حمزه، شكرا طارق لكم مستمعينا من القاهره. نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج الصوت الثالث، الى اللقاء.